وبأول فقراتنا لليوم فقرتنا الطبية لنحكي فيها عن الغذاء عند المرأة الحامل والمرضعة. طبعا المرأة الحامل وأيضا المرضعة بحاجة لغذاء نمط غذائي معين للحفاظ على صحتها وصحة أيضا الجنين، لكن خلال الشهر الفضيل في كثير من السيدات بيصوموا هنن حوامل، كيف لازم يتبعوا هاي النظام الغذائي؟ كيف لازم ينظموا نمط حياتهم؟ هل فعلا المرأة الحامل إمت بيكون الصيام إلى صحيح مع عندها مشاكل صحية؟ إمت هي بتقدر فعلا أنها تصوم بدون ما تعرض حالها للخطر هي والجنين؟ وأيضا رح نحكي عن التدابير العلاجية للنزولات الطوسية والمراجعات وغيرها من النصائح رح يقدمنا إياها الدكتور هيثم عباسي، اختصاصي بالأمراض النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك دكتور. وأهلا صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم ورمضان كريم علينا وعلى المشاهدين جميعا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا حكيم، يسعد صباحك ورمضان كريم عليك. دائما السؤال اللي بيطرح نفسه المرأة اللي بتكون حامل أو المرضعة حتى، يعني بتستشير الطبيب بتقول له هلا أنا اليوم صحيا قادرة على الصيام، أكيد في اليوم معايير مفروض طبية تتبعها المرأة، ولكن بداية خلينا نروح لموضوع الأدوية. كثير من المرضعات أو حتى الحوامل بيكونوا ماشيين على نظام أدوية، فيتامينات، مكملات غذائية. خلينا نحكي إيمت مفروض هاي المرأة تروح للصيام وتتابع أدويتها؟ الأول شيء لازم نعرف شغلة واحدة، إنه هو الحمل هو حالة فيزيولوجية تحدث عن المرأة بشكل طبيعي. هذه الحالة الفيزيولوجية تكون بشكل إما بشكل فيزيولوجي طبيعي، وأما أحيانا بتكون موجود حمل ويكون في عنا مشاكل بالجسد عند المرأة. فأول شيء معناته إحنا لازم نعرف إنه هذه المرأة الحامل بداية متى تم الحمل، أدي عمر الحمل خلال فترة رمضان، ما هي التدابير المأخوذة من قبل الطبيبة هي والطبيب، هل يوجد تحاليل تخصصية حتى نعرف الوضع الفيزيولوجي لجسمها؟ يعني ما بصير نحن مرأة حامل تمضي فترة حمل بغض النظر عن شهر رمضان وما نعرف نحن قديش عندها الخضاب، قديش عندها الاحتياطي الحديد، قديش عندها إمكانياتها بعملية الكلية إلى آخره. في القصص هاي اللي تؤدي لتغيرات فيزيولوجية وتزداد لافت الحمل، يعني نحن الحمل بحد ذاته بيزيد من عمل الفيزيولوجي للأعضاء في الجسم، الغدد والرئتين والاستقلاب وكل شيء. فمعناتها إذا هي موضوعة على أدوية، الأدوية يجب أن تؤخذ بوقتها. هلأ هذه الأدوية عدة أشكال، إذا كانت لا سمح الله مثلا هذه الأدوية لتثبيت الحمل ما بصير نتلاعب فيها أو نغير لها توقيتها، لأنه بتؤدي أحيانا لتحركات غير حقيقية للرحم وتؤدي لرفض الجنين. الأدوية الثانية مثلا الفيتامينات، الفيتامينات تؤخذ هي بشكل عام بعد الطعام، لكن هذه الفيتامينات إذا كانت موصوفة بعدد من الجرعات المحدودة لأوقات النهار بكامله، فيجب أن تحسب حسابات هنا كمية الخضاب وعملية الوضع الفيزيولوجي للجسم، أن ما فيني أحصر المريضة بزمن بسيط وقصير وكمية السوائل الداخلية له محدودة، معناتها إذا كان في آفة مرضية تحتاج لمعالجة وتدقيق فيجب أن تأخذ الأدوية في وقتها. أما إذا كان الحالة الفيزيولوجية مستقرة عند المرأة وأن تأخذ أدوية داعمة فقط فيزيولوجيا للجسم بإمكانها تأخذها خلال فترة الإفطار، من الإفطار حتى السحور مع وجود كميات جيدة من الماء، هذا بشكل فيزيولوجي. لكن إذا أخذنا لسه إذا في عندنا مشاكل كلوية، هون تزداد مع الصيام المشكلة الكلوية ليس فقط عن المرأة الحامل، عن الإنسان بشكل عام. فبنلاحظ نحن انه بعد 10 او 15 يوم من الصيام بتبلش الاعراض السريريه عند المراه الحامل تظهر، اذا عندها رمل، اذا عندها مشاكل بوليه من التجفاف الذي حدث عندها. مشان هيك بنكون نحن حذرين ساعتها، هون نحن بندخل الجسم بحاله غير صحيه وغير معكوسه، فيفضل انه يكون هون ايقاف الصيام. فالصيام هو حاله طبيعيه للانسان، ومثل ما حكيتوا انتم بدايه البرنامج انه فعلا بيخفف من الخلايا الخبيثه، بيخفف امكانيات السكر وهذا الى اخره، لكن احنا لا ننسى اذا كان تعارض هذا الصيام مع الصحه، وبالايات القرانيه موجوده اذا كان في مرض او سفر ساعتها معذورين. تماما دكتور، اليوم المرأة الحامل وقت بتنوي على الصيام هل في تدابير علاجية، استعدادات، اجراءات لازم ان هي تقوم فيها قبل بداية الشهر؟ هلا قبل بداية الشهر اول شيء اجراء الفحوص المناسبة للحمل، ثاني شيء تحديد عمر الجنين، ثالث شيء تحديد إمكانية الحمل واستمراريته، هل يوجد خطر على الحمل أم لا يوجد خطر على الحمل، نوع الأدوية المأخوذة للحامل هي عبارة عن بويضات أم حبوب أم إبر، لازم نحدد هذا كلياته خلال مسيرة الحمل. لكن إذا حدث الحمل في شهر رمضان
وما هي حاسة هذا ما له تأثير، لأنه بينما تكتشف أنه حامك وخلاص الشهر أيه. طب دكتور بالأشهر الأولى بيصح أنها تصوم الحامل؟ الأشهر الأولى هي أخطر شيء على المرأة، لأنه هو مرحلة تشكل الجنين، البنية الصحيحة والفيزيولوجية وشكل جسمه ودماغه كل شيء هو الأشهر الأولى السلاسل الأولى تماما. فأي مشكلة تؤدي لنقص أو تغير بالغذاء والفيتامينات تؤدي لعطب فيزيولوجي في جسم الجنين ليس له بعدين أي معالجة للأسف الشديد، مشان هيك نكون كثير حزينين بالقصة هي. تماما دكتور، نحن بنعرف طبيا انه جنيننا عم يتغذى، يعني في حال كان في صيام عند الام الجنين ما كثير بيتاثر، لانه هو بالنهايه عم يروح على المخزون بجسم المراه، يعني عم ياخذ الحديد، عم ياخذ كل الفيتامينات اللازمه لنمو هذا الجنين. هون نحن قدام نظام غذائي مفروض اليوم المراه الحامل الصايم، يعني اليوم حابه تصوم، اليوم نحن بعد ما رحنا على الدكتور شيكنا بتحاليل نحن اوكي اليوم قادرين على هذا الصيام، مفروض يروح لنمط غذائي يكون كامل. شو اهم العناصر الأساسية المفروض تكون موجودة كل يوم؟ هلا نحن بشكل عام نوع الغذاء للمرأة الحامل وغير الحامل، بس بخصنا الحامل لأنه بيكون في اتنشن اهتمام أكثر من المرأة العادية. أول شيء الخضار. الخضار فيها شقين، أول شيء هي نباتات تعين الجهاز الهضمي الذي خلال فترة الحمل يصير فيه كسل، تعين الجهاز الهضمي على الحركة وعلى الامتصاص. ثاني شيء الخضار فيها كمية هائلة من المياه، يعني هي وقت بتفوت على الجسم ما بتحتاج الجسم لامتصاص من الجسم السائل حتى يصير هضمه، هي بتعطي المياه. ثلاثة فيها الفيتامينات والإمكانيات الفيزيولوجية الكاملة المفيدة للجسم، يعني الفيتامينات والبروتينات النباتية موجودة. طبعاً هذا بين هلالين الخضار. بيجي عنا الفواكه، الفواكه كمان فيها فيتامينات وكميات من السوائل هائلة بتفيد المرأة. ثلاثة بدنا البروتين. للأسف الشديد بنلاحظ كثير هلا في النساء ما بدهم ياكل لحمه، ما بدهم كذا، ما بدهم. على فكره بقول لك احنا ناكل نبات، النبات مثل العدس والبقوليات بتعطينا كميه بروتين، لكن البروتين هذا او الحديد الموجود في هذه النباتات غير معاوض عن الحديد الموجود في اللحم الاحمر. فهون ضروري جدا ان يكون توازن الغذاء بين الفواكه وبين الخضار وبين البروتين. الابتعاد عن الدسم، الدسم مباشرة ابتعاد عنها، يعني تخفيف الدسم، لأنه الدسم بحد ذاته تحتاج لاستقلاب عالي ولحركة هضمية عالية، هي بتؤدي لتعب الجسم عند المرأة الحامل. فيفضل مثل حكينا الأكل يكون متوازن بين هذه المواد الثلاثة. هلأ السوائل، يجب أن تكون السوائل كمية كافية لتفيد الجسم خلال فترة الإفطار، أن تكفي الجسم احتياطيا خلال فترة الصيام. هذه السوائل يجب أن تؤخذ خلال فترة الإفطار بكميات قليلة، لكن لا يجب أن لا تقل عن لتر ونص لترين خلال فترة الإفطار. يعني مو كاسة مي وخلصنا، خاصة بالجو البارد بتعرفوا أنه الواحد بجوز ما يحتاج، بس هذا غلط. فيجب المرأة أن تحدد لنفسها كمية من الماء يجب أن تشربها خلال فترة الإفطار. بهالطريقة هي بيكون كمشت أمورها كاملة وحددت الإمكانيات الغذائية المناسبة. طبعا ما بننسى طبعا الحليب والألبان وهالمشتقات تبعهم، هي كمان ضرورية، لكن يجب أن تترافق كمان مع الخضار. ليش بضل أكل على الخضار؟ مشان ما يصير عطش عنا وزيادة في الأملاح. تمام دكتور، كمان خلينا نحكي عن أبرز المشاكل كمان الشائعة، عن نزولات الطمسية، خلينا نحكي عن التدابير العلاجية لها. الطمسية؟ هلأ الطمس بشكل عام هو حالة كمان فيزيولوجية تحدث عن المرأة بشكل شهري بشكل دوري. الطمس الفيزيولوجي هو يعكس الحالة الحقيقية للمرأة. يعني احنا اذا في اعتلال بالطمس معناته في عنا اعتلال بجسد المرأة واعتلالات هرمونية من مستوى النخامة حتى مستوى المبيضين. فبهذه الحالة الفيزيولوجية اذا لم يتكن الطمس متزنا ومتلائما مع جسم الفتاة فيجب البحث من اين هناك الاعتلال. طبعا الاعتلالات الطمسية كثيرة كثير، يعني اياها اولها عندنا مبيض متعدد الكيسات. مبيض متعدد الكيسات هو من الامراض الشائعة حاليا، نسبته الطبيعية بالأمهات الكتب 7-8%، لكنه حاليا يصاب به الفتيات بشكل أشباع، يعني بشكل مختلفة عن المبيض متعدد الكيسات الأساسي، ونسبته 48%، والمعالجة تبعه فترة طويلة خلال فترة الخصوبة عند الفتاة. أما الاعتلالات الأخرى النزوفات أو ما شابه ذلك، هي بجوز تكون عبارة عن فرط تصنع أو بجوز تكون أورام ليفية عند الفتاة. هلا الآلام الطمسية، الآلام الطمسية تقسم إلى قسمين، القسم الأول هو
القسم من عسرة الطمس البدئي وعسرة الطمس الثانوي. عسرة الطمس الثانوي إذا كان في آفات مرضية التهابية أو رام أو رام ليفية ما شابه ذلك. أما عسرة الطمس البدئية هي التي لا تكون متواجدة مع آفات لكن عدة أشكال من المشاكل النفسية وانتهاء بالمشاكل الفيزيولوجية. بهيك حالة هي إحنا الطمس هذا معناته بس يكون في عنا اعتلال عند أي فتاة وبأي عمر مباشرة يجب التحقق من عدة مراحل. المرحلة الأولى هي حالة الرحم بالتشخيص بالإيكو أو بالفحص النسائي إذا كانت متزوجة مع الإيكو. ثاني شيء الحالة الفيزيولوجية للهرمونات. ثالث شيء انتظام الدورة والشكل الفيزيولوجي للمرأة. هلون أهم ثلاث نقاط اللون. طيب دكتور حكينا عن المبيض متعدد الكيسات، أيضا اليوم في عنا الأورام اللي فيه، كيف عم يكون تأثيرها وعلاقتها بهي النزوفات؟ وفي يعني حالات كتير من الواقع بسبب هذا الليف دائما بيكونوا بهي الحالة خلال الشهر. هلا هي الأورام اللي فيه إلى توزعات في الرحم. أول شيء هو السبب وجودها هي عبارة عن نمو عضلي شحمي ضمن الرحم أو ضمن جسم الرحم أو تحت المصلية أو تحت المخاطية. يعني إلى ثلاث توزعات. توزع ضمن العضلية الرحمية، تحت المخاطية، تحت المصلية. وأسوأه هو الذي يكون تحت المخاطية لأنه يؤدي إلى نزوفات كثيرة عند المرأة. كل ما كبر هذا الورم الليفي كل ما صار تغطيته بالطبقة المبطنة للرحم أقل وعدم إمكانية كافية فأدسي عند النزوفات. طيب ليش من شلون نميز إحنا عند المرأة الحاملة يا ترى المرأة بشكل عام إذا هالنزوفات هي طمس أم غير طمس؟ هل يجب أن تصوم أم يجب أن لا تصوم؟ نحن نعرف الدورة الشهرية هي دورة دورية تحدث كل شهر في كاركتر معين في صفة معينة للطمس وهو أن يكون دم عاتم لزج لا توجد به خسارات مرئية كميته محدودة بين 4-7 أيام. هذا هو. أما الدم النزفي الذي يحدث عن المرأة بجوز يكون دم مترافق نازف مع الطمس أو ما بعد الطمس. هون في فرق صار عندنا اسمه الحيض. الحيض هو الطمس والاستحاضة هي النزوف الرحمية. النزوف الرحمية الكاركتر تبعها أو الصفة الأهم هي للنزف هي بيكون عندنا في خسارات رحمية. إذا في خسارات رحمية وألم عند المرأة معناتها هي دخلت بشيء تاني هو وجود نزوف رحمية. هون بقى بتتقيم إما كانت أورام ليفية وأما بتكون فرط تصنع وما شابه ذلك. الأورام اللي فيها طبعا قياساتها تختلف من 2-3 ميلي حتى بتوصل ل 15-16-17 سنتيمتر. شو أخطر قياس ممكن يسبب النزف الكثيف عند المرأة؟ هو تحت البطانة. النزف اللي بيؤدي تحت البطانة بجوز يكون 2 سنتي أو سنتي بس تحت البطانة هذا بيساوي نزف. بجوز يكون ورم ليفي معنق داخل البطن 10 سنتي 12 سنتي ما بيساوي نزف لأنه بعيد لأنه بعيد عن البطانة. فهذا للأسف المشكلة الأساسية هي إنه هالأورام هي تكتشف كلها بالصدفة. طبعا هي تخلق مع الفتاة وتتطور مع تطور حياتها. ممكن تظهر أكثر يعني بعد ما بتتزوج أو بعد الحمل والإنجاب ممكن. هو ما له علاقة لهذا نحن هو العلاقة فيه الاستروجين استقبالات الاستروجين. كلما زادت مستقبلات الاستروجين كلما ظهر هذا الورم أسرع. يعني يكون في شروط حياتية محققة لحتى تزيده هي. طبعا إذا كان هو موضوع بتوضعات مناسبة بإمكاننا نزيله ونشيله لكن أحيانا بيؤدي لإزالة الرحم إذا كان بأحجام كبيرة ومتضرر الرحم. طب دكتور أي أعراض خفيفة ممكن تظهر على اليوم على الفتاة أنه ممكن أنها تنتبه لها فعلا أنه عندها مشكلة معينة أو لو حتى راحت أجرت فحوصات بسيطة ما ممكن أنه ما يظهر فورا مثل ما ذكرت؟ هلا بدلت لك الورم اللي فيه له أحجام مختلفة بس نحن الحالة الفيزيولوجية للطمس يعني كاركتر الطمس الصفة الأساسية للطمس إذا اعتلت يجب أن تنفحص الفتاة إجباري. يعني نحن ما بصير نقول والله لسه ما تجوزت بكرة بتزبط الدورة بكرة هذا غلط كبير لأنه يكون بشيء. يعني أنا بزمان أجتني فتاة عمرها شيء 26 سنة قالت لي في عندي مشكلة بالطمس كذا وقت تسطح بدي فحصها طلعت على البطن شيء مو طبيعي تقريبا شيء 18 سنتيمتر ورم ليفي وما انا منتبهة فتنة لا ورم ليفي فوقت فتنا على اساس نشيل الورم الليفي لقينا اكل الرحم كلياته فهي فتاه وشلنا الرحم وشلنا كل شيء. يعني شلون يعني للاسف الشديد انه نحن وقت بنترك هالامور بشكل طبيعي بجوز تؤدي لطرق غير عكوسه يعني تاذي الفتاه تاذيها بالحمل تاذيها بمئة قصه. طيب دكتور ذكرت الناحيه النفسيه ونحن بنعرف قد ايه لها تاثير على جسم المراه واليوم شو علاقتها بالنزوف الطمسيه؟ بنشوف نحن بعض الفتيات بصير عندهم هذا النزف اذا فاتوا بحاله نفسيه بشكل مفاجئ. هلا شوفي الشده النفسيه والشده الفيزيائيه هدول بياثروا على المراه بشكل كبير.
المرأة هي جهاز حساس جدا جدا جدا، يتحسس حتى بالطبيعة بكاملة، كل شيء يا دكتور، كل شيء. فهي سبحان تعالى هي سنسر الحياة، يعني هي مشعر الحياة المرأة. فتكون في عنا نحن مشاكل نفسية واضطرابات نفسية، بيصير في عنا نحن اضطرابات بهرمونات الدماغية اللي بتأثر بدورة على النخامة، اللي بدورة هي النخامة بتصير تطلق هرمونات غير صحيحة، إما تؤدي إلى انقطاع الدورة، وأما تؤدي إلى اضطرابات دورية، وتؤدي بعدين لعسر الطمس، وبجوز أحيانا يترافق الطمس مع الشقيقة الطمسية كما بحالة. فبصير عنا مشاكل كثيرة تؤدي أحيانا لجوء لأدوية نفسية تعيق الحياة للأسف الشديد. تمام دكتور، حكينا عن الأمور المرأة الحامل، وأيضا خلينا نرجع نحكي شوي عن المرأة المرضعة اليوم اللي هي كمان بتصوم خلال هذا الشهر. هل في سيدات فعلا أنه ما بيقدروا يصوموا، ممكن هنون تكون بنية جسمهم ضعيفة، أنه ممكن الدكتور يقول لها أنه ما تصوم أنه بيأثر عليها كونها هي عم ترضع؟ طبعا الإرضاع هو كمان حالة فيزيولوجية طبيعية تحدث للمرأة، نفسية لا كمان نفسية كمان تلعب فيها العافية دور كبير، انه يصير انتاج الحليب. طبعا الحليب له عدة اشكال، اول 40 يوم هو احسن افضل انواع تركيز الحليب يكون، الستة اشهر الاولى من الولادة بعد الولادة يكون كمان تركيز جيد، بعد الستة اشهر بعد ظهور اسنان سبحانه وتعالى للطفل بصير يتراجع كمية الحليب، بيصفى كمية السوائل فيه اكثر من البروتينات والفوائد والفيتامين، لانه الطفل بصير ياكل، فبصير هون يصير بده وارد غذائي خارجي. طبعاً نحن هذا الحليب لحتى تنجل الأم، هالجسم بده طاقة، وطاقة بده هائلة، ولإنتاج الحليب يحتاج لعدة أمور، يحتاج لبروتينات ويحتاج لخضار وفواكه. طبعاً الأم اللي عندها فقر دم، اللي عندها تعب، اللي عندها مشاكل بالمفاصل، عندها مشاكل كذا، بدها تكون تنتبه، تحتذر كثير، انه انا صحيح انت عم يطلع عندك حليب، بس الحليب هذا عم يأذي جسمك وعم يضعف جسمك اكثر. فواردك الغذائي احيانا بيكون الوارد الغذائي للحليب غير كافي، حتى لو اكلت وارد غير كافي، يعني ما بصير عندك كومبنسيشن، بصير معاوضه. مشان هيك نحن نقول اذا في اضطراب بالجسم ما قبل الحمل او خلال الحمل او في فتره الرضاع، يجب معالجه هذه الافه. ومن ثم النظر بكميه استمرار، يعني بالاخير صراحه بين قوسين او بين هلالين، الصيام بالاخير فرض على الانسان القادر، اما الانسان اللي ما هو قادر يعني، او في عنده تعب او في كذا، في له عده اساليب بالديانات كلياتها لتكفيره. يعني ما هالقصه صحيح. طيب دكتور، بأسئلة سريعة بموضوع الحمل والجنين، اليوم بعض السيدات بتقلك أنا بفترة الصيامية أو أنا صايمة بس عم حس حركة جنيني اختلفت عن الأول، شو اليوم العلاقة؟ نزلت بسبب قلة الموارد الغذائية، خلينا نقول حالة خمول صابت الجسم أثرت على حركة الجنين؟ بس الإنسان يتوقف عن الطعام والغذاء، نلاحظ يعني مو الرجل والمرأة نفس الشيء، بنلاحظ انه نحن الانسان خلال اليوم في خلال فترة الصيام بصير يدخل لتقضية حاجاته في التواليت اقل، بصير امكانيات غذائه ما بصير بتطلبها. فتصور انت هذا الانسان يكون مرأة حامل، فشو بده يصير فيه؟ بده يصير عنده مشكلة اكثر، لانه في عنده استقلاب عالي. يعني نحن في عندنا استقلاب الكالورياج باليوم تقريبا 2000-2500، بس وقت بتزداد عند الام امكانيه تصنيع الجنين داخل جسمها، بده يصير زياده اكثر في هذا الطلب، بس بده وارد غذائي، وارد حريري. هلا اذا المراه عندها مثلا خضابه، هلا كثير احيانا بنلاقي مثلا بنسال المريضه قديش خضابه؟ ما بتعرف. شو زمرتك؟ ما بتعرف. هذا غلط. هذا طب حامل 7 اشهر 8 اشهر معقوله ولا مره اجريتي خضاب؟ هو الرجال الاول الطبيب بتاخذه، هذا لازم اقل شيء بكل 3 اشهر تساوي تحليل. هلا في مشكله احنا عندنا الخضاب بجوز يكون احيانا بس 13 و14، بس احنا في مشكلة إذا كان عندنا احتياطي الحديد والحديد المباشر قليل، بصير عندنا حجم الكرية الحمراء، يعني الام سي في تبعها بصير صغير، يعني الخضاب بجوز يكون طبيعي لكن حجم الكرية قليل صغير، فعمل إنتاج الكرية الحمراء ضعيف، عملية استقلابية بالأكسدة والإرجاع، بالتالي بتلاقي في لهتة، في خفقة بالقلب، في نعس، في تعب، في كذا. طبعا هذا اللي تحصلي بدك تعبي مخازن الحديد وتعبي مخازن الفيتامينات بالجسم، هذا لا يحدث بحبة وتنتين وثلاثة ولا بعشرة أيام ولا بعشرين يوم ولا بشهر. فالمرأة اللي عندها مشكلة بهالقصص هي، يعني نحن وقت بنعرضها للصلاة الصيام هو صار عندها مشكلة أكبر، فمعالجتها هون بالنسبة يعني هي بالأساس للأسرة، هي عماد الأسرة، فتصور بعد تكون هي كلياتها خربانة يعني مشكلة، فيجب اعتماد العلاج المناسب، وحتى لو فترة رمضان كاملة.
أكيد دكتور، هيك بالختام نتشكرك على المعلومات اللي قدمت لنا إياها والنصائح اللي قدمتها، ورمضان كريم عليك وكل عام وأنت بألف خير. شكرا دكتور لحضورك اليوم، وينعاد عليك بكل الخير والصحة. أهلا وسهلا بحضرتك. كل سنة تسالمين، وينعاد عليكم إن شاء الله بالوفر والنجاح. أمين. على سوريا جميعا، وعلى سوريا جميع، وعلى قائد الأمة. شكرا كثير، يعطيكم العافية.